في الفيديو هتتعلم ازاي تضيع وقت كحارس مرمى وتخف الضغط من على فريقك. في اوقات كتير في المباريات فريقك بيكون كسبان وبتكونوا في نهايه الماتش ومحتاج تخف الضغط من على فريقك، فتستخدم التركات دي، والتركات دي بيستخدمها حراس المرمى المحترفين. انا عمر شلتوت، وقبل ما نبدا الفيديو لايك الجميل واشترك في القناه اللي لسه مشترك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد، وتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه علشان تكون معايا اول باول. ونبدا على طول. اول حاجه، لما الكره تكون جالك في منطقتك وانت متاح لك انك تمسكها ما تمسكهاش على طول، خد وقتك واستنى لما الخصم يضغط عليك. فلو الكره اتمرت لها بالشكل ده فمش همسكها على طول، وممكن اضايق الخصم بالطريقه دي فيجي لي وبعد كده امسكها في اخر لحظه. تاني حاجة، لما تمسك الكرة ما تلعبهاش على طول، لعبها على عرض امسكها شوية في ايدك وتقدر تنزل بيها على الارض بالشكل ده، وتاخد شوية وقت بقى وانت على الارض كده. ده كله بتلعب على اعصاب الخصم يعني، فالخصم ممكن يضربك يعملك اي حاجة هو هياخد انذار يعني، مالكش دعوة بيه. A few years later. وبعد كده تقدر تلعبها. تالت حاجة، لما الكرة تطلع اوت وتكون ضربة مرمى لك، تحرك على الكرة ببطء بالشكل ده. وانت راجع ترجع ببطء ايضا تضربها في الارض بالشكل ده. خد وقتك، تيك يور تايم. وبعد كده تثبتها وترجع للخلف ببطء، وبعد كده تلعب ضربة المرمى. فيليب سكالاري был на ваших экранах в прогнозах, и опять-таки вряд ли имеет смысл делать их обзор, потому что все прогнозы сводятся к тому, как выиграет Бразилия, так или иначе. رابع حاجة، وانك تدعي الإصابة بمعنى انك تنزل على الأرض تمسك بطنك تمسك رجلك وتعبير وشك تعرف اللي قدامك انك مش قادر خلاص، انك تمسك رجلك وتستدعي الطاقم الطبي او انك عايز تغير وانت مش عايز تغير ولا حاجه. خامس حاجه، ودي حاجات غير اخلاقيه ممكن تعملها بس ممكن تاخد انذار وانت بتعملها. اول حاجه، وانت جاي من خارج الملعب تضرب الكره في القائم بالشكل ده ترد لك تاني، او تضربها في البانر، ممكن ايضا تكعبل نفسك بالشكل ده. ممكن ايضا تفك رباط الشوز. وبعد كده تشاور الحكم ان الرباط فك ومحتاج تربطه، فانت مش هتعرف تربطه عشان الجلافز، فلاعب هيجي يربطه، فانت كده ضيعت وقت واستفزيت الخصم. وده كان ازاي تضيع وقت كحارس مرمى وتخف الضغط من على فريقك. اكتب لي الحاجه اللي عايز تعلمها في حراسه المرمى وهنعملها فيديو مستقبلا باذن الله. ولعجبك الفيديو يا صديقي لايك الجميل وشير على السوشيال ميديا فيس واتس انستجرام تيك توك عشان غيرك يستفاد، وتقدر تتفرج على سلسله اساسيات حراسه المرمى من هنا، وازاي تضيع وقت كلاعب كره قدم من هنا، وتعمل اشتراك في القناه من هنا لو لسه ما اشتركتش. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. معكم عمر شلتوت، واشوفك يا صديقي في الفيديو القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.